قهوة وبرتقال، خبرنا عن مشاركتك بهالفيلم بالمسابقة. والله قهوة وبرتقال فيلم صورته كامل في تونس. الفيلم تأليفي وإخراجي وإنتاجي مع مجموعة جروب فوريفر اللي هي أسسناها من 4 سنين. الفيلم يعني بمشاركة نجوم كتير معتزين هم ممثلين معي، هشام سليم يعني ممثل مصري قدير شارك معي كضيف شرف، الممثل البحريني كمان جدا مهم في البحرين جمعان الرويعي، وممثلة فرنسية ماري كريستين، ممثلة تونسية ريم العبروق ودليلة ضيفي وفاتن عمدوني، مجموعة كثير حبت تشارك في هالفيلم بشكل فعلا مجاني. يعني شو السبب؟ يعجبوا الفكرة، يعني لما تعمل فكرة فيلم مأخوذة من قصيدة لنزار قباني قارئة الفنجان، فأتوقع الوضع مختلف فيها شوي، يعني ماخذة جو الشعرية كثير. Les traces sont confuses, tremblent, sursautent, s'embrouillent avec la peur. Leur noir obscur s'engouffre dans le néant. Ton café est poison, ton lendemain est poison, ton chemin est empoisonné, empoisonné. فكرة الفيلم هي مأخوذة من قراءة الفنجان لنزار قباني، بس بكثير من التحوير، يعني حاولت أحور فيها بمنحى آخر، مش البحث عن الحبيبة صارت هي البحث عن الذات، البحث عن الروح. البرتقال في الفيلم بيعبر عن معاني كثيرة، معاني الحب، معاني الحياة، الروح، البوصلة، الوصول، يعني الفيلم كثير ماخذ الرمزية الشعرية. Yeah. الطفل اللي في عينيك ما كبرش مع همك، روح روح ربنا معاك، خد بالك من اللي في ايدك. فاصل قليل بنرجع من بعده ومنتابع سينمانيا. مثل كل سنة وعلى هامش المسابقة بنظم المجمع الثقافي حفل غدا على القارب اللي عم بتشوفوه وراي، بيضم المشاركين لجنة التحكيم، المنظمين والصحفيين. كان لنا بعض اللقاءات على هالقارب، تابعوا معنا.